الله معكم مهندس كامل، هيتم مناقشة وشرح هذا الكورس التعريفي كيفية تصميم أوديو إنترفيس لكارت صوت من شركة فريسونس. هيتم تصميم وعمل موديلنج عن طريق برنامج بلندر مجانا باستخدام نسخة. هيتم إضافة الخامات والتكست عن طريق فوتوشوب. بعد كده هنشوف ازاي نضع الأوديو إنترفيس مشهد وأفضل إعدادات للرندر. الكورس ده خاص للمستوى المتوسط الإنترميديت ليفل. لو مبتدئ شوف سلسلة تعلم بلندر 2.8 و2.9 على قناتي على اليوتيوب أو على موقع سكيلشير. Dev Token. Let's get started with the first lesson.